السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في شرح جديد، هذا الشرح هو محاولة للإجابة عن مجموعة من الأسئلة أو تساؤلات لبعض الأشخاص الذين هم ليست لديهم دراية مسبقة بالمجال، ورغم بعض الفيديوهات التي يعني تم شرحها بالتفصيل، إلا أنهم يجدون مشكلة معينة في عملية تست والبحث عن حملات ناجحة. في هذا الفيديو سأشرح طريقة مبسطة لتجربة الحملات وإيجاد حملة ناجحة بأفضل طريقة وبأقل خسارة إن شاء الله. الطريقة تعتمد أولا على إنشاء موقع، ثم إضافة 3 مقالات في مجال معين، إن كان مجال صحة أو مجال تجميل أو مجال كلاب أو أي مجال، بحيث أن هذه المواضيع ستكون مختلفة. بعد إضافة المواضيع في الموقع ثم إضافتها على صفحة، نقوم بعمل الحملة كالآتي. إذا لاحظنا هنا، فأنا أقوم بعمل تيست في 3 دول، وهي كندا، أمريكا، وبريطانيا. وكل دولة أقوم بإنشاء لها حملتين، بمعنى كندا مثلا فهناك كندا للديسكتوب وكندا للموبايل والتابلت، أمريكا للديسكتوب وأمريكا للموبايل والتابلت، بريطانيا ديسكتوب وحملة أخرى للموبايل، بمعنى كل حملة لديفايس معين. إذا ذهبنا إلى مثلا إلى كندا ديسكتوب، فهنا ستلاحظ أن هناك 3 أدسات أو 3 مجموعات إعلانية، كل مجموعة إعلانية تحتوي على مقال معين أو مقال واحد من ال3 مقالات التي أضفناها. فالمقال الأول مثلا ستجد هذا المقال بصورة معينة، وهذا هذه الأدسات بموضوع مختلف. ولاحظ معي كذلك أن داخل كل أدسات أقوم بتكرار نفس الإعلان 3 مرات. إذا أعيد، فالتست يكون على الشكل التالي: نقوم بإنشاء 6 حملات، جيد، 3 حملات للديسكتوب و3 حملات للموبايل، وال3 حملات للموبايل تكون لدول مختلفة، 3 دول مختلفة، و3 حملات ديسكتوب تكون ل3 دول مختلفة أيضا، وهي كندا وأمريكا وبريطانيا، البعض ممكن أن يقوم بوضع أستراليا أو نيوزيلندا أو غيرها، المهم أن تكون 3 دول مختلفة. وداخل كل حملة 3 مجموعات إعلانية في التست، 3 مجموعات إعلانية، كل مجموعة إعلانية تحتوي على موضوع مختلف عن الثاني، هذا الموضوع لا يشبه هذا وهذا الموضوع لا يشبه هذا. داخل كل مجموعة إعلانية نقوم بتكرار نفس المقال 3 مرات. لاحظ معي مثلا هنا نفس المقال ونفس الاستهداف ونفس كل شيء، لكن هنا 0.02 وهنا 0.04، فهذا إعلان مكلف، كل ما عليك فعله هو فقط إيقاف الحملة، لكن هذا ليس المهم، المهم طريقة فعل أو طريقة عمل التست. طيب، بعد عمل الحملة أول يوم وهو 5 سبتمبر، تم صرف $26. هذه $26 أتت ب$34، 5 سبتمبر، يعني صافي ربح $8، لكن ليس المهم هو صافي الربح، المهم هو عمل تحسين للحملة بحيث
تصبح أكثر فاعلية وأكثر نجاح. بعد تحليل الحملة، طبعا شرحت كيف نقوم بتحليل الحملة مسبقا، لاحظت أن بريطانيا صرفت 9 دولار وتقريبا أتت بثمانية أو 7 دولار، فبالتالي نسبة كبيرة من فشل هذه الحملة كانت في استهداف الدولة، فتم توقيف الحملة مباشرة في بريطانيا. بعدها تمت مراجعة المقالات، فوجدت أن هذا المقال يأتي بضغطات لكن أرباحه قليلة في أدسنس، لذلك تم إيقافه وأيضا حذفه كما حذفته من حملات أخرى. طبعا هذه الحملات أنت تلاحظون في البادجت 9 دولار أو 12 أو 11، التست يكون ب 2 دولار فقط. عندما تقوم بإنشاء الحملة أول مرة تقوم بوضع 2 دولار هنا، أنا قمت بوضع 9 لأن حملة ناجحة، وسيتم رفع البادجت بشكل دوري حتى لا يرتفع السعر. فهذه طريقة بسيطة جدا. طبعا بعد عمل تحسين الحملة، نلاحظ مثلا اليوم ونشاهد كل الحملات، فتم صرف 10 دولار اليوم، 10 دولار مقابل 20.45، بمعنى ربح 100%. فهكذا تقوم بتحسين الحملة لغاية إيجاد حملة ناجحة تقوم بوضع كل ميزانيتك فيها واستثمارها بشكل ناجح. كان هذا شرح بسيط عن كيفية عمل تست بشكل صحيح وبدون مخاطرة كبيرة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.